فوفيت ميرفيت وين الروح ميرفيت وين وين طلقه موتو ده عربي اسمن يا يا باتن نو ذا جولز ار ويتينج هاو تو ويت ويت ترجم اوت ها انت تريح تو ترجم واحد اثنين تعالي ميرفيت اخي تعذر ميرفيت ميرفيت لا تتكلموا طب هو صار ما بصير لا ها تعالي צריך אותו לתרגם? לא, לא צריך אותו. תעלי לסיירה. יופי. יאללה, איפה אתה? בוא תעודים. זה לא עבירה את המסיעה. شو اسمك? شراح. شراح? وبعدين? عمر. وينتي? رندا شحيد سلامة خيمري. اوكي. قديش عمرك? قديش عمرك? 12. 12. 13 بعدين احنا بنروح على جريات 4 فهناك جلسنا واحنا تعبانين ويعني دايخين مع الطريق واحنا ما لنا ذنب يعني وهذا احنا الاشي ما سويناه فكنا قاعدين فقعدونا شوي ساعتين تقريبا وصاروا يسالوا فينا قول لنا انتوا تعوقعوا هون تعوقعوا طب احنا كيف بدنا نوقع ما في محامي احنا مش مسويين اشي ليش بدهم ايانا نوقع نوقع على اشي يعني شايفيننا احنا صغار بدهم ايانا نوقع على اشي نعرفوش احنا ما رضينا نوقع صاروا يقولوا شو الاسم شو العمر وين ساكن انت سرقت كار اصلا الارض كل هذه لفلسطين كل هالارض فلسطين هو ما لازم يحكي هيك فبعدين قعدونا وصار يجي انت لازم توقع هون لازم اسمك لازم ما بعرفش ضلينا قاعدين حتى معي ما بي ما ي ما يرضوا يعطونا بعدين احنا بروا على على الجيش بقول احنا لازم ماي اعطونا ماي اكل ما اكلنا خلونا على القلي واحنا مش مسويين يعني ولا اشي ضلينا قاعدين بعدين اجينا المحقق بقولوا انت اخذتي كراز انت فتحتي البوابه انت طب وين الدليل احنا ما فتحنا الشيء كذا من زمان كثير بس هم بدهم يحطوه على فلسطين مشان احنا يبطل يمشي مع طريق وانا قلت احنا ما فتحنا طريق هم بس فلسطيني بيسوي شغله هم مش مسويها بيصيروا يسجنوا ويضربوا ويسووا اما يهودي هو يضرب البنات ويضربنا كلنا ما بيقول في اشي بقول لي يهودي كويس بهم مش مشكله ما في شكوى ما في اشي اما فلسطيني بيسوي غلط لازم على قريات 4 لازم على ليش طيب انا بدي اعرف ليش ما هيك ليش يهود ما لما بيسوي يهود كتير ضربونا كتير سووا شغله ليش هم ما بروحوا على شرطة وليش هم ما بنسجنوا ولا عشان احنا صغار يعني اولاد صغار احنا بنات صغار ليش تروحوا على الكارز يا ابوي هو خايف كتير علينا بالتلفون وين البنات وكان علينا امتحانات كمان امتحانات ما قرناش عليهم يعني وجينا اليوم شو بدنا نقدم امتحان ومبارح خلونا على القلي واحنا مش مسويين اشي لا اكل ولا اشي ليش طيب